حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل فكرتين احلى من بعض من ازاز الكلور اللي كلنا برضو مش عارفين قيمتها وبنرميها. نبدأ يا بنات، يلا يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هحطها بسيطه كده، وبعد كده بنحاول نسوي بقى. بالمقص بقى وبحاول اقصها كده على الحردة بتاعتها بالظبط، تديني شكل كده جميل. برضو هحاول الاخر هحاول اخد بقى الحاجات دي اللي هي الزيادات دي. انا ماشية على الخط يعني بالظبط، هي نظام سبعات كده. هحاول اسويها كده واعمل التانية برضو زيها وارجع لكم يا بنات. دي اوعى قصتها اهو يا بنات، وبرضو ما دققتش قوي على اساس ان انا هجملها من فوق بالاستراس. نص متر استراس كنت جايباه بستة جنيه، عملت منه بصراحة افكار كتير ولسه متبقى. برضو مناديل السفرة هي يا بنات، بطلع بس اللي هي الرسمة اللي في الوسط دي، الرسمة اللي في الوسط ديت، وبعد كده بشيل الطبقة اللي تحت. في طبقة تحت كده بشيلها، انا شايلة الطبقة اللي تحت من هنا، هي الطبقة اللي تحت هي بنات اللي هي دي، بنشيلها خالص. شلتها وهحطها بقى اهوت، هحطها كده وهعمل ايه ديكوباج عليها. وطبعا الورنيش المائي ده بيقعد عندنا فترة طويلة جدا، انتوا عارفين احنا جايبينه يمكن من 4 شهور ولسه موجود بحاله. باخد كده وبدخل من جوه لبره على اساس ان انا اطلع اي هوا يكون موجود، وبعمل بالراحة خالص لان هي المناديل دي حساسة وممكن اي حاجة كده تبص تلاقيها اتقطعت كده في ايدك. فبالراحة خالص من جوه لبره كده. تبص تلاقيها لزقت خالص كده وبقت جميلة. مناديل السفرة دي يعني حساسة وطبقة خفيفة جدا، بتبقى عايزة الحذر بس شوية واحنا بنعمل. انما بعد كده لما بتثبت خلاص ممكن برضو تغسليها بالمية عادي، مفيش اي مشكلة يعني. هو اهم حاجة واحنا بنعمل بس، بتبقى كأنها مطبوعة فعلا على العلبة يعني.
الورنيش كمان بيديها لمعة جميلة، بتقعد بقى يعني ربع ساعة كده على حسب، على ما تنشف وتبقى كأنها يعني مطبوعة فعلا. اهي يا حبايبي هسيبها بقى شوية، واللي عملته في ديت هعمله في التانية، ودقيقة واحدة وبعمل الفكرة التانية يا حبايبي. بقى الجزء الفوقاني ده طبعا مش هنرميه، كان ممكن استخدمه كده صفية للمعالق الصغيرة ونحط المعالق فوق ونعمل فيه نفس الفكرة، لكن انا هغير الفكرة خالص، انا هعملها كده فازة جميلة. ودلوقتي انا بعمل، بصي يا حبايبي، زي ما نكون هنعمل اللي هي المروحة، زي ما اكون بعمل المروحة. ممكن تعمليها بقى بالشمع، وممكن بتعمليها بالإبرة والخيط عادي، عشان هعملهولها فستان كده، يعني هعملها جيبونة، هتبقى جميلة إن شاء الله. بعمل كده زي ما يكون بعمل مروحة، وبقوم مخيطة من فوق. عايزة تعملها بالشمع اعملي، هعملها بقى كلها كده يا حبايبي وهرجع لكم تاني. عملتها اهو يا بنات، وبعد كده عايزه على اساس ان انا ادعمها برضو هعملها كده بالسلوتيب كده. بصراحه اللون اللبني ما كفاش، فكملتها بلون تاني. عايزه برضو احاول ان انا احط عليها استرس كده. احنا كل حاجه، انت عارفين ان احنا كل حاجه بنحاول ان احنا ايه نجملها ونخليها جميله. احط من تحت كده اهو يا بنات، هحط بالمسدس الشمع كده اعملها من تحت وارجع لكم تاني. خلصتها يا بنات وجملتها كمان، وانتوا عارفين ان ورق الفوم اللبني ما كفاش، فروحت مشكلاه باللون الاخضر الجميل ده، فبقت ممكن استخدمها على اليمادي او اليمادي. بصراحه اليمتين احلى من بعض. ونحط فيها بقى الورد كده، فازه جميله خالص اهيت. اهي شوفوا جمالها بقى يا بنات، حلوه خالص. شكلها بقى جميل قوي. بقت رابعة ما شاء الله يعني. ودي تاني فكرة، دي الفكرة التانية بنات. خلصتها اهوت يا حبايبي ونشفت. الديكوباش اللي عملناه عليها هو نشف وبقى جميل قوي. استخدمت واحدة بقى للمعالق والشوى، وواحدة عملتها مقلمة هي، وجملتها برضو بالاسترس من فوق. الاسترس ده احنا قلنا كنت جايبة نص متر ب6 جنيه، عمل معايا بصراحة عمل كتير قوي. اهم شوفوا شكلهم فخم جميل ازاي، بقوا زي الفل من قدام زي ورا، وجمال جدا يعني. دي الفكرة الاولى هي بنات، شكلها رائع جميل قوي. والفكرة التانية اللي احنا عملناها مع بعض اهي،
محفظة جميلة بالجزء الفوقاني. شوفوا شكلها جميل ازاي، عاملة زي ما تكون عروسة كده لابسة فستان. روعة روعة تحفة بجد. ودي الأفكار بتاعتنا، فكرتين بتوعنا النهاردة هما بصراحة أحلى من بعض. ولو عجبكم الفيديو بقى يا حبايبي اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لأكبر عدد من أصحابكم ويستفادوا من الفكرة البسيطة دي. أنا دايما أفكاري بسيطة كده وفي نفس الوقت هادفة وحلوة ما شاء الله يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حبايبي باي، مع السلامة.